من هو خوان ميرشان القاضي الذي ترأس محاكمة دونالد ترامب؟ تتسلط الأضواء في الولايات المتحدة على القاضي الذي يترأس المحاكمة التاريخية لرئيس أمريكي سابق، حيث وجهت محكمة في منهاتن 34 تهمة لدونالد ترامب الذي دفع ببراءته على أن تعقد جلسة استماع ثانية في ديسمبر المقبل. وبات مصير ترامب على المحك ومرتبط بقرار القاضي خوان ميرشان صاحب الخبرة في القضايا الجنائية، حيث يواجه الرئيس الأمريكي السابق تهما تتعلق بتزوير سجلات تجارية ودفع أموال لامرأتين مقابل صمتهما عن علاقة سابقة لمنع تأثر حظوظ ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2016. ترامب وجه انتقادات للقاضي ميرشان مدعياً أنه من المستحيل أن يحصل على محاكمة عادلة لأن القاضي المكلف يكرهه. فمن هو ميرشان؟ هاجر ميرشان الكولومبي المولد والذي يبلغ من العمر 60 عاماً إلى الولايات المتحدة وهو بعمر 6 سنوات، ونشأ في مدينة نيويورك تحديداً في حي جاكسون هايتس المتنوع عرقياً في كوينز، وهو أيضاً مسقط رأس ترامب. وقبل دخوله مجال المحاماة عمل ميرشان مدققا لشركة عقارية ومديرا ليليا في أحد الفنادق، وكان أول فرد من عائلته يذهب إلى الكلية وشق طريقه حتى تمكن من الحصول على شهادة في القانون من جامعة هوفسترا عام 1994. وكان مدعيا عاما في منهاتن وعمل في مكتب المدعي العام للولاية قبل أن يعينه العمدة آنذاك مايكل بلومبرغ قاضيا في محكمات الأسرة في عام 2006. وبعد 3 سنوات عين ميرشان في محكمة ابتدائية تسمى المحكمة العليا في نيويورك، وتشمل واجباته الخاصة الآن الإشراف على محكمة الصحة العقلية في مانهاتن، حيث يحصل بعض المتهمين على فرص لحل قضاياهم بالعلاج والإشراف، وهو برنامج يعتبره قصة نجاح.